وأشد أنواع الميسر هو الميسر في زماننا، الميسر في زماننا، وهو الميسر الذي يستعمل عن طريق الاتصالات وغير ذلك، وذلك لأن الرابح معلوم، الرابح في ذلك معلوم، والخاسر في ذلك هم الكثرة، الخاسر في ذلك هم الكثرة، وذلك تأتي شركة أو قناة فضائية أو مثلا قناة اتصالات عن طريق الجوال أو غير ذلك، أو موقع من مواقع الشبكة أو غير ذلك، يقوم مثلا بتحديد أمر معين في مسألة جمع المال، فيقول أن الناس يتصلون ويأخذ من كل متصل مبلغ معين. هذه المبالغ ثمة رابح مؤكد، رابح مؤكد، من هو؟ صاحب الشركة، رابح مؤكد، يعطي بعض ماله لأحد أولئك. إذن ثمة رابح مؤكد، أخذ المال بيقين، ويصبح ذلك ربا وميسر، يصبح في ذلك ربا وميسر. أما الربوية في ذلك فهي ظاهرة، لأنه أخذ المال قسرا، أخذ المال من الناس قسرا. أما بالنسبة للجهالة والغرر في ذلك، هو ما يتعلق بإعطائه واحد على سبيل الظن لا على سبيل القطع، فنقول حينئذ إنه وقع فيه صورة في الربا، ووقعت فيه صورة من الميسر، فكان أشد تحريما وأعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الميسر لا حد له، إن الميسر لا حد له من جهة الصور، وكذلك أيضا الآلات التي يتعامل بها الناس.